كويسه طبعا ان الاداره تنتقل للاماكن وتسهل لهم الاوراق، بغض النظر بقى ان الاول كنا بنروح ونضح نفضل بقى من مكتب لمكتب وهكذا، لا هم بيجوا كل حاجه عندهم متأرشفة في التابلت اللي معاهم، وطبعا دي بتسهل امور كتير. بس طبعا برضو مهما كان عقليه الموظف النهارده اللي بيشغل كمبيوتر غير عقليه الموظف الورقي، ده فارق كبير. ده بيريحنا احنا طبيعي، شيء طبيعي. انا دلوقتي غير جددت رخصه المحل ورخصه البروز في خلال 10 دقائق، الاول كان بياخد مني وقت قد ايه؟ كتير. هذه كل ما في الموضوع حضرتك ما تفكش عنها اول مره؟ لا دي اول مره النهارده. تمام، اول مره طبعا، وده شيء كويس انك تنتقل لموقع الحدث وتجدد لصاحب الشأن وهو متواجد في مكانه، ده كويس. الحي الجيلي ده حاجة جميلة جدا طبعا، يوفر على المشوار ويروح وتعالى ويطلب الأوراق اللي هو عايزها مرة واحدة وتحضرها له، بحيث ان هو يجي ياخد يديله الرسوم بتاعته وتأكد ان انا سليم. ممتازة يعني، بتوفر كتير علينا مجهود ووقفة وانتظار وبنروح أكثر من مرة طبعا عشان نعمله، وساعات ما بلاقيش موظفين فكده أنجز يعني. حضرتك لما كنت بتعمل ترخيصة كبيرة معاك قد إيه؟ كان بياخد أكثر من 10 أيام، دلوقتي بيخلص في يوم واحد على طول، يعني على ما بتقدم الطلب وبعدين بيقول لك على الأسبوع الجاي ممكن يبقى فيه أجازات، بتاخد وقت يعني. جميل. توفرت عليك قد إيه مجهود؟ طبعا وفرت كتير.